اختتمت في عمان الاجتماعات الإعلامية التي عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي، حيث رعى الاجتماعات وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل شبول بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية وعدد من المسؤولين المعنيين في قطاع الإعلام والاتصال من جامعة الدول العربية. وقد ناقشت الاجتماعات على مدى 3 أيام عددا من القضايا الهامة مثل دور الإعلام في مواجهة التطرف والإرهابي وتأثيرات الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على المجتمعات والأجيال ومخاطرها على الأطفال والناشئة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة. إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية أخذنا خطوة أساسية في موضوع المناهج بحيث تكون التربية الإعلامية ضمن عدة كتب مدرسية، ضمن عدة مواد مدرسية من الطفولة وحتى نهاية المرحلة الدراسية. الهدف منها هو تنويع المعرفة لدى الطلاب، يعني مثلا ستجد في مادة المعلوماتية قضايا فنية، ستجد في مثلا في مادة اللغة العربية تعبيرات بتخص هذا القطاع، ولذلك لن تكون هناك مادة منفصلة في أي سنة دراسية، وإنما ستدخل ضمن جميع المواد في جميع المراحل الدراسية. وهذه خطوة لأول مرة، هذه خطوة أساسية لأنه الطفولة والناشئة هي الفئات الأكثر تضرراً من سلبيات الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالتالي توعية الطلبة في مرحلة مبكرة مسألة أساسية لإعدادهم لمجتمع أكثر أمان وأكثر يعني حفاظاً على حقوقهم.